النهارده الاتحاد الافريقي اخيرا اعلن مواعيد مباريات الرزنانه طبعا الدوليه للمنتخبات، وبالتالي اتضحت الصوره قدام الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده الكابتن حسام البدري، وهو هيلاعب مين وامتى وفين، لان ده كان صداع في راس جهاز المنتخب عشان يقدر يعمل اعداد كويس قبل طبعا كل مواجهه بيتحضر لها، بتعرف مين فين ايه بتختلف. فالمواعيد معانا دلوقتي هنعرضها لكم ان شاء الله باذن الله، مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي هتكون من يوم 9 ليوم 17 نوفمبر ده 2020، طبعا جولتين الثالثه والرابعه من تصفيات امم افريقيا. دي الجوله الثالثه امام توجو في القاهره، دي الجوله الرابعه هتبقى امام توجو في توجو، ده من 22 الى 30. خلي بالكم الماتشين دول هيحددوا بشكل كبير احنا نوصل لكاس الامم الافريقيه ولا لا، فماتشين مهمين جدا، لان هقول لكم دلوقتي وهنستعرض موقف جدول منتخبنا الوطني اللي عنده نقطتين، فالوضع مش مش محتمل اي حاجه، محرج، مفيش اي تكهنات لاي حاجه. انت بتلعب توجو ماتش هنا وماتش هنا عايز 6 نقاط، مش مستحمله زي ما بيقولوا كده بلغتك، مش مستحمله اي حاجه، على الاقل يا 6 نقاط يا 4 نقاط. خلاص من 22 ل 30 مارس 2021 جولتين بقى الخامسه والسادسه امام كينيا في كينيا، وهننهي جزر القمر في القاهره. من 31 مايو الى 15 يونيو نخش بقى على كاس العالم، نخش على كاس العالم. الجولتين الاولى والثانيه من تصفيات كاس العالم، المباراه الاولى هتبقى امام انجولا في القاهره، المباراه الثانيه هتبقى امام ليبيا في تونس. من 30 اغسطس الى 7 سبتمبر 2021 الجولتين الثالثه والرابعه، ده من تصفيات طبعا المونديال. المباراه الثالثه هتبقى امام الجابون في القاهره، المباراه الرابعه هتبقى امام الجابون في الجابون، واخر جولتين من تصفيات المونديال من 4 ل 12 اكتوبر اللي هي الجوله الخامسه هتبقى امام انجولا في انجولا، والجوله السادسه امام ليبيا في القاهره. نتمنى بقى بعديهم ان احنا نلعب في نوفمبر، لان نوفمبر ده هيبقى التصفيات النهائيه. ايه التصفيات النهائيه؟ هياخدوا 10 منتخبات بالمقاس، هيبقى في التصنيف هنا يظهر، يرجع التصنيف، التصنيف الاول اول خمسه هيلعبوا 5 التانيين. فانت التصنيف الاولاني طبعا هتبعد عن المغرب، هتبعد عن تونس، هتبعد عن نيجيريا، هتبعد عن الجزائر، هتبعد عن الكاميرون كده، السنغال، يعني اللي هي الفرق القويه. وانا متفائل والله للمنتخب الوطني، ما اعرفش، متفائل منتخب مصر هيصعد كاس العالم ليه ازاي ما اعرفش.